اليمين وطويله في الامام الان، ومحاوله جيده ايضا من فريق نادي المحرق. كره خطره هاي بالخلفيه على طول محمد صالح، ولكن بتضيع تطلع الى ركله ركنيه. هذه اخطر هجمه وهاي الفرصه الاخيره. وبنلاحظ طبعا الاحتياط والمدرب يحاولون انه يقولون حق الفريق انضموا للامام، كلكم للامام، كلكم للامام. كره بتنلعب الى خارج ملعب، لكن الحكم بعيد. راح تنلعب الكره الان، لاحظ شلون في نوع من الشموع والمشاعر في الحقيقه اضيئت لان الوقت غيم، والجمهور الان طبعا بدا يشجع في هذه اللحظات الاخيره فريق بيروزي الايراني كبطل لتصفياته بهذه طبعا اللحظات. كره ملعوبه قويه، الله 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 الله، حلوه حلوه هارلك، كره جميله وجيده ملعوبه ناحيه المرمى، وبتضيع في اواخر في الحقيقه الدقائق المتبقيه من هذا اللقاء. لاحظ شلون الملعب مضاء بالمشاعل، ويذكرني في الحقيقه هذه باللقاءات الرومانيه القديمه لما كانت في طبعا طقوس دينيه قديمه تقام او تضاء هذه المشاعل في اماكن. ولكن نتمنى ان شاء الله، هاي كارت اصفر ايضا لحارس المرمى، كارت اصفر لحارس المرمى لتعمده تاخير اللعب، اصفر، كارتين صفر في المباراه، كارتين اثنينهم عند الفريق الايراني بيروزي الايراني. كره راح تنلعب لصالح بيروزي الايراني، وهذه اخر فرصه اعتقد اتيحت لفريق نادي المحرق. وبتنلعب الكره عاليه بترج جهه الشمال على طول لناحيه اللاعب ديرخشان، والجمهور في انتظار صفاره حكم المباراه لتتويج بطل اسيا في التصفيات الاولى للانديه ابطال الكؤوس. هشام بلوشي، يلا يا شباب اسرع شويه. في الحكم بيرجع الكره، بيقول رميه تماس، رميه تماس. احمد حسن راح يرمي، قربولي يقول قربولي، راح تنلعب الكره من احمد حسن، تاخير وايد يصير. تنلعب الكره ترجع مره ثانيه الى ناحيه اليمين، تطلع خارج ملعب رميه تماس اخرى. حكم الدولي الانظار عليه احمد حكيم على اساس في انتظار صفارته. راح تنلعب الكره، هاي اللي سجل الهدف الوحيد في المباراه، هذه اللاعب الضاري فرد. هاي كره ملعوبه ناحيه مرتضي، وطبعا مثل ما نشوف في بعض الجماهير بترمي بالاشياء اللي في يدها اوراق والاخره، والحكم بيشاور على اساس يهدي الجماهير الموجوده. طبعا هي فرحانه بفوز او بالهدف الموجود حاليا في المباراه لصالح فريق بيروزي. تنلعب الكره على طول طويله وفي الامام الى ناحيه اليمين، محمد صالح طويله عليه بيتابعها، لكن بتروح الكره، بتروح الكره تطلع خارج ملعب، خارج ملعب ولصالح فريق بيروزي الايراني. ومحمد صالح وبيصفر سيداتي وسادتي في هذه اللحظه حكم المباراه احمد حكيم، معلن لقاء المحرق وبيروزي الايراني التاريخي بفوز بيروزي الايراني في هذه التصفيات بهدف مقابل لا شيء في المباراة الختامية في التصفيات الأولى للأندية أبطال الكؤوس لكرة القدم. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي لقاء المحرق، ويتوج فريق بيروزي الإيراني بطلا والمحرق وصيفا لهذا البطل ومباراة كبيرة قدمها الفريقين. سيداتي وسادتي، شكرا وإلى اللقاء.